تشجو من الآخر. أصحابي خبروني إن المخدرات تخليك مبسوط. اسمع روح وياه مين. حكولي انها بتخليك قوي مثل الحديد. اسمع انا بقول نرمي باي مكان نخلص منه. بس للأسف ضحكوا علي. موت ودمار وجرائم تتبعها أخرى وعواقب وخيمة لم تجلب للمجتمعات والشعوب سوى الألم والحسرة وخسائر لا تسترد ولا تعوض بقيمة حينما نستقل قطار الوهم وتصبح محطة الرجوع قد فاتت. المخدرات بأشكالها وأنواعها المختلفة ضرب من الجنون ومسير في طريق الهلاك، نهاية حتمية ومصير مظلم لكل من سلك هذه الطريق، فكان ضحية هو ومن حوله لقاتل لا يفرق بين ضحاياه ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة. لا ذمة. كل الأبحاث اللي تناولت المتعاطين سواء كانوا لأول مرة أو يعني دخلوا في مستنقع الإدمان مستنقع التعاطي، هذول الأشخاص غالبيتهم أشاروا إلى نقطة كتير مهمة بأنهم هم كانوا أصلا ضحايا لا عمليات، خلينا نحكي استهداف ممنهجة في فترة هن لم يكونوا أبدا واعيين بأنه عم بيتم استدراجهم حتى أنهم يوقعوا بهذا المستنقع. هذه الأساليب وهذا النهج متبع لدى جميع مروجي المخدرات وتجار المخدرات ومن العصابات المنظمة لتهريب المخدرات. هناك أساليب ثانية عم بيتم استخدامها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وهون تكمن الخطورة، بحيث أنه عم بيتعامل مع شخص مجهول بالنسبة له، اللي عم بيصير عم بيتم استهدافهم بأساليب رخيصة بأساليب ابتزازية، قد تكون بعض الكلمات اللي مثلا تستهدف بعض الأشخاص هو بده يبني عضلات، أو بعض الأشخاص اللي بيكونوا هن ساعين على إنهم إنقاص الوزن. صار في عنا على الإنترنت هاي العقاقير اللي هي أصلا تروج لاحتياجات معينة بناء على خلينا نحكي دراسة سوق، تحليل ورصد لاحتياجات السوق، وبيعرفوا مين هو الشخص المستهدف، بيعملوا معاهم اتصالات، بيعملوا معاهم شات، بيعملوا معاهم صور، ويتم ابتزازهم، وخاصة إذا ما كانت هذه الفئة المستهدفة من فئة المراهقين والشباب اللي بيخافوا إنهم يخبروا إنهم هن وقعوا ضحية ابتزاز إلكتروني، ومن ثم بيصيروا يضغطوا عليهم على إنهم يا إما يقوموا بعمليات ترويج المخدرات أو حتى عمليات التعاطي. إذا ما نظرنا إلى الإدمان على آفة المخدرات سنجد أنها تضر بالضرورات الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها. نحن نعتبر أن الإدمان على المخدرات هو جريمة شرعية يعاقب عليها شرعا أمام الله تبارك وتعالى، ويستحق فاعلها العقوبة الدنيوية أيضا، لأنه قد أضر بعقله ونفسه، والله تبارك وتعالى نهى عن قتل النفس، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، والله تبارك وتعالى قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والمخدرات. آس على ضحاياها، ندرك جميعا أن هذا الخطر الداهم لا ينتظر الكثير من الوقت، ويتسلل إلينا بلحظة فراغ أو إهمال أو جهل، وربما فضول يقودنا إلى الهاوية.
القضية الأولى نشتغل عليها بثلاث خطوات. أولا، شو هي العلامات اللي تقول إن هذا الشخص مو طبيعي، هذا الشاب أو البنت. أول خطوة، النوم المتقلب كثير، الجسم الذي لم يعد بطاقته لا بالنوم ولا بالأكل ولا بالشرب ولا بحاجاته الأساسية. اثنين، التواصل، في مشكلة في التواصل، مشكلة في بناء الجمل، مشكلة في الانفعالات، مشكلة إما انفعالات عالية جدا أو انفعالات قليلة جدا جدا. القضية الثالثة وهي جدا مهمة، هذا الولد بطل زي ما كان يتواصل معنا قبل، سواء كان مستوى أخلاقه في التواصل مع أهله أو أصدقائه أو نوع الأصدقاء، أكبر منه بكثير أو أصغر منه بكثير. هذه علامات تقول لنا ديروا بالكم على ولدكم أو بنتكم ولا تغفلوا الموضوع، والموضوع مو صدفة. الإدمان من وجهة نظر اجتماعية هو حالة من الارتباط بالمادة، حالة من التوحد مع شيء مادي غير ملموس قد يكون، وهي حالة المخدرات. الفرد يحصل أو يحدث خارج حدود السياق الاجتماعي، فهو بامتلاكه لهذه المادة وبتصميمه لهذه المادة على الأغلب هو خارج السياق، أصبح فرد مناهض للمجتمع. دائرة الدعم الاجتماعي للأسرة أهم المقومات الأساسية لوجود المدمن في بيئة آمنة وبيئة حامية له من خواطر الإدمان. لابد من، خلينا نقول، بناء المنظومة الاجتماعية بشكل إيجابي حتى تحافظ على وجود المدمن وتحافظ على إعادته إلى المجتمع ويصير فرد منتج بدل أن يكون فرد عالي على هذا المجتمع. وفي الأردن كانت جهود مكافحة المخدرات والتصدي لها وما زالت أولوية وطنية تحظى باهتمام المجتمع بأكمله، فلا تهاون ولا تساهل ورفض مجتمعي مساند لجهود عملياتية وتوعوية تنفذها مديرية الأمن العام بتشاركية فاعلة مع مؤسسات الوطن لحماية المجتمع من مستقبل مجهول. ولأن المخدرات قد تكون أقوى من ضحاياها ممن يسقطون في فخ تجربتها والانسياق وراءها، شكل مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات قصة نجاح وفرصة للراغبين بالخروج من هذا النفق المظلم من خلال التقدم للعلاج وفق برنامج علاجي تأهيلي متكامل يقوم عليه نخبة من المتخصصين على درجة عالية من القدرات المهنية والعلمية. مركز معالجة المدمنين هو أحد المهام الإنسانية لمديرية الأمن العام. إحنا في عنا قانون يقول إنه كل من تقدم للعلاج من تلقاء نفسه أو برفقة أحد ذويه يعفى من العقوبة. كل شخص له خصوصيته، بدخل فيه اسم وهمي حفاظا على خصوصيته سواء داخل المركز أو خارج المركز. بنعتمد على منظومة في العلاج. المنظومة هي إنه مجموعة متكاملة بتراعي الجوانب الطبية والنفسية والسلوكية والاجتماعية للفرد وصولا أو للمريض حتى يصل لبر الأمان للشفاء التام. المخدرات لها تأثير كبير على أجهزة الجسم كافة بما في الجهاز العصبي. طبعا الجهاز العصبي هو الجهاز المسؤول عن التحكم بجميع وظائف الجسم. المخدرات تؤثر وتعمل على تفريط عمل الجهاز العصبي وتؤدي إلى زيادة فرصة أمراض الجهاز الدماغ والأعصاب، ما في زيادة فرصة الجلطات الدماغية، النزف الدماغي، زيادة فرصة حدوث اختلاجات في شحنات الدماغ. نؤكد على منع وممنوعية استخدام المخدرات والدخول في الإدمان نظراً لأنها قد تؤدي إلى أضرار كبيرة بما فيها خطر الوفاة المفاجئ حتى لو كان بك مع نفسك مع محيطك، فدير بالك. حياتك ثمينة فلا